أيها المحارب في تيفو تضامني مع لاعب المنتخب الوطني والدينامو نادي ميلونسي بن رحمة الذي أصيب مثل ما تعلمون في مباراة ربع نهائي أو مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي إنتر ميلان في مباراة الإنتر وميلان في ديربي الغضب برسم نصف نهائي كأس دوري أبطال أوروبا في ملعب سانسيرو. إذن أنصار المنتخب مثل ما لم ينسى اللاعبون زميلهم أنصار المنتخب أيضا لم ينسوا بن ناصر ورفعوا التيفو المتواجد أمامكم الآن تيفو جيت ويل سون واريور، يعني عد سريعا أيها المحارب. المحارب إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي ميلونسي. الجماهير هنا ترفع الأعلام عاليا استعدادا لعزف النشيد الوطني الجزائري مباشرة هنا في ملعب 19 ماي بعنابة. أجواء رائعة ورائعة جدا قبل ثواني معدودة من دخول التشكيلتين الأساسيتين بالنسبة للمنتخب الوطني. أعيد وأذكر مرة أخرى بتشكيلة الخضر: زغبة في حراسة المرمى، على الجهة اليمنى جيتون، على الجهة اليسرى أحمد توبا، عيسى مندي رفقة توغاي محمد لامين لاعب ترجي تونسي في محور الدفاع، بن طالب، رامي الزروقي، وكذلك فارس شايبي في وسط الميدان، رياض محرز قائد الخضر والمتوج فقط قبل أيام قليلة من الآن بدوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني جزائري تتويجا بهذا اللقب بعد ربح ماجر. أساسي قائد المنتخب رياض محرز، إسلام سليماني هدف التاريخي للخضر، وكذلك سعيد بن رحمة المتوج والآخر بلقب أوروبي مع نادي وست هام في مواجهة في المباراة التي فاز فيها نادي وست هام بهدفين مقابل هدف على حساب نادي فيورنتينا كأس المؤتمرات الأوروبية. إذن هذه تشكيلة المنتخب الوطني. في الجانب المقابل المنتخب التونسي: بدحمان أيمن، كشريدة وجدي، مرياح ياسين، فاليريان، طالب المنتصر قائد المنتخب، عبدي علي، الماجري حان بعل لاعب سابق لنادي مانشستر يونايتد، بن رمضان محمد علي المنتقل إلى فيروس فاروش المجري، العيدوني عيسى صاحب الأصول الجزائرية لشقيق قيس يلعب مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عاشور إلياس، وكذلك الجبالي عصام. إذن هذه هي آخر تذكير بتشكيلة الفريقين قبل دخولهما بتواني فقط إلى هذا الملعب الرائع، الملعب التحفة والأرضية الرائعة والرائعة جدا، أرضية مشابهة للأرضيات المتواجدة في أكبر الملاعب الأوروبية، أرضية ملعب 19 ماي سانتيران إبريد، يعني خليط بين العشب الطبيعي بنسبة 95% والعشب الصناعي بنسبة 5%. إذن نترككم مع هذه الأجواء مشاهدينا الأفاضل قبل دقائق معدودات من انطلاق مباراة الخضر أمام المنتخب التونسي المباراة الودية في ملعب 19 ماي بعنابة.